واليوم ملي كنجي كيجيو معايا الناس ديال الامن الوطني وتنقول لهم مرحبا بكم وعندكم الحق تصفقوا عليهم وخصكم تصفقوا عليهم لانهم تيخليو الاولاد ديالهم والاسر ديالهم وتيجيو باش يقوموا بواجب الحمايه ديال الامين العام ديالكم ولانهم وخصكم تصفقوا على كافه رجال الامن ديال البلاد لان رجال الامن ديال البلاد هما العنصر ديال الحفاظ على الامن ديال البلاد وكافه الناس اللي كيقوموا بالادوار ديالهم سواء كانوا في الجيش الملكي او كانوا في الوقايه المدنيه او كانوا في القوات المساعده او كانوا في اي كل هؤلاء يقومون بواجبهم من اجلكم انتم وهذا الشيء هذا انا من النهار الاول ما انتبهتنا لهش في النهار الاول لانه ملي جينا لقينا الشباب والشبيبات وعموم الشباب بل عموم المناضلين في الاحزاب السياسيه يتكلمون عن رجال القمع وحنا اقتنعنا باللي هذا خطا اول حاجه يحرص عليها اعداؤنا اثاره العداوات بيننا وبين مختلف الطوائف والمؤسسات والهيئات الموجوده في المجتمع ونحن وقفنا في وجه هذا واعتقد اننا اصلحنا هذا جهد المستطاع وما زال يجب ان يصلح هذه العلاقه بيننا وبين كل المسؤولين في بلادنا وعلى راسهم بطبيعه الحال نظامنا الملكي لانه ما فيه شك ولا خلاف ان اي نزاع يحدث بيننا وبين مسؤولينا النزاع ماشي الخلاف، الخلاف ممكن، النقاش ممكن، ولكن النزاع اي نزاع يحدث بيننا هو اضعاف للطرفين واي اضعاف للطرفين هو في صالح خصومنا واعدائنا الذين يتربصون بنا الدوائر والذين يعرفون الشاده والفاده والذين يتدخلون في شؤون الدول وخصوصا في هذا الزمان الذي نحن فيه. انتم ما كتشوفوا شنو وقع في اوكرانيا بدأت تظهر ان فرنسا او الدول الاوروبيه تقريبا لا اراده لها هي تابعه والاخرى لا اراده لها هي تابعه فاذا نحن ليس عندنا الا اختيار واحد وهو ان نكون جسدا واحدا داخل امتنا وداخل دولنا. نكون جسدا واحدا متماسكا حتى لا نسمح لخصومنا ان يستفيدوا من اضعاف بعضنا للبعض الاخر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.